عزيمة متشددة. أتمنى زينب ما تزعل مني لأن الموضوع ما يخصني يخصها، بس كلنا دخلنا في الهوشة هذاك اليوم. على طاري هذه اللي تقول إذا تجمعوا فرقتهم هوشة، فإحنا كلنا متجمعين، وزينب إنسانة ملتزمة وعاقلة راشدة. هذيك الأيام يمكن كان عمرها أعتقد 30 سنة، 31. المهم خرمت في إذنها خرم ثاني، في عندها خرم زي هذا والثاني حطتها كده فوق وحطت فيه حلق. فإحنا كنا متجمعين خلاص هذيك الإجازة، أخواني وكذا متجمعين. واحد من أخواني مشكلة أنه أصغر من زينب، شاف الخرم الثاني اللي في إذنها، لا احترام لا تقدير. هو يعرف أن زينب ملتزمة وأن هذا الشيء أصلا مو بحرام، لو أنه حرام ما سوته زينب. يعني تصوروا اللقاء هذا كان بعد غياب أشهر، لأنه كل واحد في منطقة، زينب في مكان وهو في مكان، وكلنا تجمعنا عند أهلي. أول ما شاف الحلق الثاني في إذنه، شاف حلقين، هذا واللي فوقه، قام يزبد ويرعد، قلب صبيح جني. كنا نسولف ونضحك، قام قال لها وش هذا؟ وش هذا؟ والله العظيم يا جماعة أنا شفت الواحد ما يستوعب بسرعة، اني قلت شكله يمكن يمزح او شيء. شوي تدرون استوى، كان في ايباد، اخذ الايباد، ايباد جديد، ويمسكه بينه وبينها يمكن مترين، ويمسك الايباد ويحذفها فيه. وين جاء الايباد؟ هنا، شو هنا في هذا المكان، خص مكان، شفت المكان اللي هنا. صرخت زينب هذيك الصرخة، أقسم بالله ما لومها، يمين بالله يا صوت صقعت الآيباد في فكها إنه صوت تحطم. تعرفون الآيباد متو يعتبر كذا معدن على العظم، يعني تهشم، قلنا كلنا تهشم، والله ما ندري هو تهشم ولا ما تهشم، لا راحت مستشفى ولا شكت عليه ولا شيء. أصلا ما كان في ثقافتنا أن نشتكي، ما كان يعني هذا الكلام مو ترى من زمان، يمكن صار له يمكن 8 سنوات، بس خرب علينا قعدتنا، شتتنا، كلنا قمنا نصرخ، أنا وأخواتي وأمي وهي، وقمنا نتصل على أخواني الأولاد نقول تعالوا شوفوا المجنون استوى، ولا وزعل، وذيك الإجازة مع طبيت أهلي زعلان مخنفر، كسر البنت، فلخ لحيها بالجنوبي، فلخ لحيها ومسوي دعلان طنقر، وزوجته طبعا في صفه، اصلا هي ما صدقت، هم جايين اجازه للجنوب، وصاروا خلاص ما عاد راح لاهلي، تماشيهم مع بعض. تعرفون الزوجه اذا جاء زوجها في الغالب يشتكي لها من اهلها، حتى لو تدري انه غلطان، معليش حبيبي يا عمري تحمل، الله يهديهم الله يهديهم، ذا البنات الله يهديهم، يحبوا المشاكل، وش ذي الحركات اللي تسويها؟ تعرفون انا والله ما ادري ايش قالت، والله هي لطيفه، انا صراحه زوجتها انها لطيفه كويسه، يعني انا على الصعيد الشخصي احترمها، بس يعني لازم الوحده في الغالب اغلبنا النساء نجاملهم، مع انه المفروض المراه تقول كلمه الحق، تقول لا والله حرام عليك ليش تسوي كذا، بس هي زوجته شخصيتها مو مرة قوية، فأنا يعني أكاد أجزم أن هذا اللي قالته.